تنفيذاً لتوجيهات مجلس الوزراء، دشنت وزارة الأشغال العامة اليوم خطة معالجة الطرق في محافظات البلاد الست وتسريع وتيرة العمل لإصلاحها. وستكون الأولوية للمناطق الأكثر تضرراً والتي تتزايد فيها الحاجة لأعمال المعالجة. وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا مراسل تلفزيون دولة الكويت فهد التركي. بداية فهد، أهلا بك. كيف تنقل لنا صورة من موقعك، وأيضا كيف ترى جهود وزارة الأشغال العامة مع بداية انطلاق خطة إصلاح الطرق؟ مساء الخير زميلي رضا، تحية لكم والمشاهدي تلفزيون دولة الكويت، وكل عام وأنتم بخير. فعلا تلبية لتوجيهات مجلس الوزراء، بدأت وزارة الأشغال العامة تحديدا اليوم ثاني أيام العيد تدشين خارطة الطريق لصيانة كافة الطرق الرئيسية والداخلية في مختلف محافظات البلاد من خلال المعالجات التي ستستهدف المواقع الأكثر تضررا في طرق البلاد المختلفة، تمهيدا للبدء بالمرحلة الكبرى والتي ستشهد التعاون مع الشركات العالمية من أجل إنجاز مشاريع الصيانة الكبرى والجذرية لكافة طرق البلاد من خلال الجهود التي تبذل من قبل وزارة الأشغال العامة وبالتعاون مع شركات عالمية كبرى، وذلك في شهر يوليو المقبل. سنسلط الضوء بشأن مشاريع وزارة الأشغال الجديدة لصيانة المواقع الأكثر تضررا في جانب، وخارطة الطريق الجديدة التي ستشهدها دولة الكويت في شهر يوليو المقبل مع المهندس أحمد الصالح المتحدث الرسمي في وزارة الأشغال العامة والوكيل المساعد للتخطيط والتنمية. مساء الخير مهندس أحمد، كل عام وأنتم بخير. اليوم يعني خطوة جبارة من قبل وزارة الأشغال تنفيذاً لتوصيات مجلس الوزراء وتحقيقاً أيضاً لتوجيهات وزيرة الأشغال العامة الدكتورة أماني بقماز من أجل صيانة المواقع الأكثر تضرراً كخطوة أولى، وستتبعها يعني إن شاء الله خطوات كبرى للصيانة الجذرية لكافة طرق البلاد. ماذا نقول اليوم بشأن المشهد تحديداً في محافظة الفروانية؟ مساك الله بالنور. في البداية أحب أن أرفع أسماي التهاني والتبريكات لمقام سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي عهده الأمين وسمو رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله، وللأمة العربية الإسلامية بحلول عيد الفطر المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بالخير. نعم، بناء على توجيهات معالي وزير الأشغال العامة قامت وزارة الأشغال العامة متمثلة بقطاع هندسة الصيانة بالبدء بوضع خطة أن يعني يقوم بإصلاح جميع الحفر المتواجدة في الطرق الرئيسية المسببة بعرقلة السير في هذه الطرق، وأيضا وضع أيضا يعني تتسبب في تلف لتلك المركبات أو مرتادين الطرق. يمكن تشاهدون خلفي اليوم أحد المواقع الآن قاعد يشتغلون فيها في محافظة الفروانية، شارع حبيب المناور، أحد الطرق المهمة والطرق الرئيسية كثافة عالية عليها من مرتادين الطرق. بالتالي قامت الوزارة بوضع هذه الخطة لبدء بالإصلاحات. يعني اليوم نتكلم يعني الخطة هذه بدأت قبل فترة الأعياد، يعني اليوم احنا تقريبا 150 موقع تمت وزارة الأشغال العامة فرق الطوارئ بالتعامل معها، وأكيد إن شاء الله خلال الفترة القادمة بعد انتهاء فترة الأعياد راح يجد وتيرة العمل لانتهاء بأقرب وقت من هذه الحفر العميقة الحفر الكبيرة اللي تسبب في تلف لتلك المركبات خصوصا على الطرق الرئيسية مثل ما أنت شايف. مهندس، يعني اليوم بدأتم كخطوة أولى ب يعني يا صيانة المواقع الأكثر تضررا، وستتبعها إن شاء الله المشروع الأكبر للصيانة الجذرية لكافة طرق دولة الكويت من خلال التعاون مع الشركات العالمية. ماذا نقول في هذا الجانب؟ طبعا أكيد مثل ما ذكرت اليوم في مواقع معينة أو في حفر لا يمكن الانتظار عليها لأنها تسبب بتلف كبير أو حفر عميقة جدا، فبالتالي نحاول أن نسكرها. ما كان في أي تعامل مع خشونة في الترب خشونة في الأسفلت أو غيره، لكن حفر عميقة تسبب بتلف وتسبب في أضرار للمواطن والمقيم. ومثل ما ذكرت إن شاء الله مع منتصف يوليو القادم الوزارة إن شاء الله ستقوم بتوقيع عقود مع شركات عالمية لجميع محافظات الكويت
لبدء في الصيانة الجذرية لهذه المحافظات. وأحب أن أشير إلى أن مجلس الوزراء الموقر قد كلف معالي وزير الأشغال وجميع الجهات ذات الصلة لتذليل أي عقبات قد تواجه توقيع هذه العقود خلال الأوقات المحددة والمعروضة على مجلس الموقر، وإن شاء الله خلال يوليو القادم سيتم التوقيع والبدء إن شاء الله بالصيانة الجذرية لجميع المحافظات. فبالتالي نستطيع أن نقول بأن وزارة الأشغال العامة وضعت خارطة الطريق لإغلاق هذا الملف وهو ملف الطرق في الكويت. ما الكلمة يعني التي توجه لكافة مرتادي الطرق في دولة الكويت للتعاون مع فرق الصيانة في وزارة الأشغال من أجل يعني إنجاز مهمة الصيانات الجذرية في دولة الكويت؟ اليوم المواطن يعني يمكن تحمل وزارة الأشغال العامة بما فيه الكفاية أيضا بالتلف الكبير اللي حاش الطرق في الكويت، واليوم المواطن عليه أيضا أنه يساعدنا في يعني اليوم احنا قاعد نتكلم عن مواقع واي عمليه صيانه تتم في مواقع خصوصا الشوارع الحيويه. اليوم انا عشان اشتغل في حاره فانا سكرت حاره وفتحت حاره واحده تسبب ببعض التاخير في الطرقات وسبب الى بعض الزحام. فبالتالي نتمنى من المواطنين انهم يعون يعني بان الاصلاح او التعديل او التطوير يجب ان يتم، وان شاء الله في المستقبل ومع الصيانه الجذريه راح نتعامل ان شاء الله مع شركات عالميه. وانا متاكد بان يعني اليوم احنا المواطنين او المقيمين في الكويت بعد ما يشوفون هالتعاون من قبل الشركات العالميه ويشوفون ان بدات الاصلاحات هم بالتالي راح يعني يهمهم التعاون هذا، لان هذا لمصلحتنا ومصلحه ان شاء الله بلدنا. كل الشكر والتقدير للمهندس احمد الصالح المتحدث الرسمي في وزاره الاشغال العامه والوكيل المساعد للتخطيط والتنميه، وان شاء الله المستقبل القريب سيشهد يعني ان شاء الله طرق متطوره وامنه لمرتادي الطريق في دوله الكويت. نعم زميلي رضا، يعني هذا كان من موقع محافظه الفروانيه من الخطوه الاولى للصيانات والمعالجات في المواقع الاكثر تضررا، وان شاء الله سنكون معكم في تغطية مستمرة لكافة المشاريع والخاصة في صيانة الطرق في دولة الكويت. نعم كل الشكر إلى زميل فهد التركي مراسلنا من محافظة الفروانية، وكذلك الشكر إلى الوكيل المساعد لشؤون التنمية والتخطيط بوزارة الأشغال المهندس أحمد الصالح، وسنكون إن شاء الله في تغطية مستمرة لخطة معالجة الطرق في محافظات البلاد الست في نشراتنا المقبلة. شكرا فهد.